Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün günlerden salı günü 15 Kasım 2022 Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Ahde Vafa Turan Birliği Derneği olarak Güney Türkistan Afganistan'ın Mengecik Allahberen Köyü'nde bulunmaktayız. Bugün buraya Konya İdealist Kadınlar Derneği adına gönderilen 313. Su Koyu Hayratı'nın başlangıcı için gelmiş bulunmaktayız. Rabbim kabul eylesin. Amin. Sondaj çalışmasının bir Kur'an ile başlıyoruz. Bismillah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ صغر ما قرانه ونور ما تلعناه. بعد القبول منا هدية واصلتنا على روح الأنبياء وإلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات خدايا خدا وندا ولن أدن خير إحسان قبول درقاه أدن صدقاء جار قبول أدن أمر لنا رسل لنا أولاد لنا مال لنا هم لنا بركة برسم رحمة يا أرحم